مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجنا وسط الخبر، معي أنا محمد دينالي ودرع عبد المجيد. وكالعادة البداية بأبرز العناوين. بعد عدم إحالة نتائج أعمال لجنة 6+6 بشكل رسمي لمفوضية الانتخابات، باتيلي يتجه لتفعيل مقترح لجنته العليا. بين الصراعات الداخلية والتناقض الدولي والإقليمي، هل سيتمكن باتيلي من فرض لجنته ونتائجها أم يضطحك لأسلافه؟ مرحبا بكم مشاهدينا إلى برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا اليوم، قالت مصادر نيابية إن المبعوث الأممي إلى السنغالي عبد الله باتيلي سيعلن في إحاطته المرتقبة يوم 14 سبتمبر الجاري أمام مجلس الأمن عن إنشاء لجنته رفيعة المستوى التي سبق وأعلن عنها. وبحسب المصادر فإن لجنة باتيلي ستكون على رأس مهامها إصدار القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة مصغرة، ويأتي هذا بعد تعثر إنهاء لجنة 6+6 لأعمالها وعدم إحالة أعمالها بإصدار مجلس النواب ورئيسه عقيل صالح للقوانين الانتخابية وإحالتها لمفوضية الانتخابات بشكل رسمي. نعم محمد، تشكيل لجنة باتيلي رفيعة المستوى قد يرى فيه البعض نهاية لدور مجلس النواب والأعلى للدولة في الإشراف على المرحلة الانتقالية الراهنة التي تتنافس فيها حكومتان تقاسمت إدارة البلاد وسط صراع قانوني وإداري على الموارد المالية واحتكار الشرعية بينهما، وإثبات من غير المتوقع أن ينهي المجلسان الموقف المأزوم في البلاد، خاصة بعد مقاطعة البرلمان لأعمال اللجنة المالية العليا واستصداره قانون ميزانية خاصة بحكومة أسامة حماد في الشرق. نعم در، وستكون معايير الاختيار لهذه اللجنة مثار جدل بالتأكيد. وقبل ذلك يظل السؤال قائما عن كيف يمكن أن تكون ردة فعل المجلسين وخاصة مجلس النواب وخلفه القيادة العامة التي بات مجلس النواب انعكاس صريح لرغباتها مع تزايد الخلافات بين رئاساتها والقيادة العامة بالفعل، وتعالي الأصوات بتغيير رئاسة البرلمان وتكليف بديل لعقيل صالح، وهو أمر قد يبدو مستبعدا حاليا، لكن مجرد تداوله يعني غياب التوافق الكامل بين الطرفين. ومن هنا يكتنف الغموض طبيعة رد فعل البرلمان على خطة باتيلي الجديدة. وإضافة لمجلس النواب، سيبقى موقف حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد دبيبة أساسيا في المرحلة القادمة، فهذه الحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس وعموم غرب ليبيا لا ترى إمكانية تنازلها عن السلطة قبل إجراء انتخابات عامة تنهي كافة المؤسسات القائمة حاليا كشرط لخروجها، فيما يرى خصومها استحالة إشرافها على الانتخابات، وهذا ما يجعل عمل لجنة باتيلي الجديدة المذكورة مترددا بين صياغة القاعدة القانونية أو تكليف حكومة جديدة موحدة بدعم دولي. وهذا الأخير قد يبدو أيضا صعب في ظل الصراع الدولي عموما وفي أفريقيا وليبيا بالذات. ولأن الشيطان في التفاصيل، فيمكن لمعارضي خطة باتيلي أن يعتمدوا على تعثر مقترحه كما حدث من قبل، حيث سبق للمبعوث الأممي التراجع مرارا وحتى مخالفة الاتفاقات كما يقول النواب والسياسيون ذو الصلة. وهكذا فإن عناصر شتى قد تجعل مهمة باتيلي في تنفيذ مقترحه والوصول به لنتائج معقدة ومحفوفة بالعراقيل، فالاتفاق دولي والاتفاق محلي ولا وجود لأدوات فرض لأي مقترح فعلا، خاصة أن رغبة الفاعلين السياسيين في البقاء في المشهد قد تدفعهم فعلا لعرقلة أي مسارات ليست مرضية بالنسبة إليهم. وفي الحقيقة وبعد عام كامل من تكليف السيد باتيلي، فلا زالت نفس الملاحظات والانتقادات مستمرة لدوره وطبيعة استراتيجيته في الوساطة بليبيا، أمور يعزوها البعض لكبر سنه وبطء حركته وعدم إلمامه بطبيعة والواقع السياسي والاجتماعي. وكذلك لم يخلو الأمر من اتهامات لعبد الله باتيلي لم تتحقق فعليا لكنها تبدو مؤثرة، إذ يرى كثيرون أن يسير
التفسير بشكل متناسب ومرضي لحكومة دبيبة، وهو أمر قد يثبت بتيلي عكسه بعد أيام، أو ربما يخفق مجددا فعلا ويصنع بداية نهاية ولايته على سنة من سبقه من مبعوثين ليبيين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم حزب صوت الشعب المهندس عبد السلام الجريتلي، وأيضا أستاذة القانون الدولي الدكتورة نادية بن عامر، كما نرحب بالقانوني والباحث السياسي رمضان التويجر. ضيوفي الكرام أهلا بكم. بداية أبدأ معك سيد عبد السلام، إذا بالتوازي مع مساعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تعنى بالإشراف على الانتخابات، يتزايد الحديث عن نية المبعوث الأممي عبد الله بتيلي للإعلان رسميا في إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن عن إنشاء لجنته رفيعة المستوى التي كان قد سبق وأعلن عنها. سيد عبد السلام، هل يمكن اعتبار أن عودة الحديث عن خطة بتيلي البديلة مؤشر على فشل استباق آخر للمجلسين في تكوين الحكومة المرتقبة بعد تعثرهما السابق في استكمال القوانين الانتخابية؟ هل هذا وارد؟ أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحب نشكر الطاقم من قناة دبليو تي في، جميع الطاقم والمذيعين وغيركم، كلكم ما شاء الله عليكم تبارك الله. شكرا لك. وربي يحفظ أهلنا في المنطقة الشرقية من السيول والإعصار إن شاء الله يا رب العالمين. أعلموا إحنا موضوعنا موضوع مهم جدا، يتناول مصير ليبيا. مصير ليبيا قاعد يتعثر ودائما يتعثر، والسيد بتيلي لي سنة توه هو يتكلم ويقدم في إحاطات وبرامج، والمستفيد ما فيش حد مستفيد منه. احنا عندنا مشكله كبيره. ما هي مشكلتنا احنا؟ احنا مشكلتنا في مجلس النواب ومجلس الدوله ما يبوش يتفقوا، وهم منتهين الصلاحيه اصلا سيدتي. نعم. منتهين الصلاحيه وقاعدين كل مره الصراعات، ويمدوا في امد الازمه في ليبيا، لان هم في نهايه الامر مش حاسين بمعاناه. انا اكلم فيك كمواطن ليبي. نعم. وتحدث نعم باسم صوت الشعب، حزب صوت الشعب نعم، ولكن أنا مواطن ليبي أنه كما يؤن المواطن الليبي في الشارع. يعني هذا كله إحنا قاعدين هم صراعات، وقاعدين هم مستريحين، وإحنا الليبي كل يوم في مأزق. يعني وانت تشوفي حضرتك شن قاعد يصير لنا في ليبيا. نعم. صراعاتهم بقى سيد بتيلي، لو خطة هذه يا سيدي يا سيد بتيلي، لو الخطة هذه أنت اللي بديرها، أو البرنامج الجديد أو الإحاطة الجديدة يوم 14 سبتمبر تصلح للليبيين، وتصلح أنها هي تشكل حكومة مصغرة، والحكومة المصغرة هذه هل يرضوا بها جميع الأطراف؟ وثانيا هل مجلس الدولة ومجلس النواب لو هم بطريقة أو بأخرى انحلوا أو استبعدوا من المشهد، اللي هي الستة زي الستة استبعدوها، هل هم هيرضوا؟ وهل هم جماعة المصالح المشتركة مع مجلس الدولة ومجلس النواب لحكومة الظل، في حكومة الظل احنا أكيد حكومة الظل، هل هم يرضوا بالكلام أن هم يبعدوا من المشهد؟ هم سبب الأزمة في المشهد سيدتي الفاضلة. يعني كان السيد بتيلي والله استبعدهم المشهد، وكان إنه هو يا سيدي شكله حكومة مصغرة، ومشينا الانتخابات يا سيدي. أوكي الانتخابات، هل الانتخابات سيدتي الفاضلة أول حاجة الحكومة المصغرة لو اندارت هل فيها مدة؟ هل حيعطوها مدة مثلا سنة وبعدين ندخل انتخابات؟ ثانيا الانتخابات هل هي مضمونة إن هي تكون نزيهة؟ وهل في مراقبين دوليين لها؟ فهذه عدة أسئلة احنا دائما نتساءل فيها سيدتي الفاضلة حقيقة. نعم سيد عبد السلام، ابقى معنا، سنتقل إلى أستاذة القانون الدولي دكتورة نادية بن عمران. أهلا بك دكتورة نادية. يعني إحاطة مرتقبة لعبد الله بتيلي يعلن فيها عن لجنة رفيعة المستوى والتي ستعمل على تحييد المجلسين الأعلى والنواب، ما مدى جدية خطوات بتيلي هذه المرة؟ وهل من الممكن أن تخلق إحاطة بتيلي القادمة أزمة جديدة، خاصة مع مواجهة أو موجة الاتهامات التي واجهها السنغالي بإدارته للأزمة وليس حلها؟ بداية السلام عليكم، أحب أن أرحب بكل ضيوف الأكارم وأطقم القناة. حقيقة جهود الذات الأممية لازالت في استمرارها في السياق وفق يعني قرارات مجلس الأمن، ولا تعمل البعثة الأممية عبثا حقيقة كما يصرح البعض يعني، أو يقع الاتهام على البعثة الأممية. فالبعثة الأممية لا تطرح مبادرات، ولم تأتي إلى ليبيا لوضع مبادرات أو خطط
ولكن بات الفشل من مجلسين النواب ومجلس الدولة ابتداء من لجنة 6+6 في تصحيح أو إصلاح بعض القوانين التي ترضي كل القوى السياسية أو الأمنية حقيقة. هذه النقطة. النقطة الثانية، المبعوث الأممي يسعى دائما لطرح التوافق والجلوس والحوار بين المجلسين وبين القادة وبين كل يعني المجتمع المدني، وهذه كلها جهود تحسب على البعثة الأممية، بينما قرارات مجلس الأمن هي قرارات صارمة وعلى الجميع احترامها إذا تطرق في تغيير الحكومة وفق اتفاق سياسي جديد والدخول للانتخابات، أي بمعنى الحكومتين فاشلتين لا يستطيعان آلية أو لا يوجد آلية تنفيذ الانتخابات، وهنا بات مصير الشعب الليبي مجهولا، إذ لم تتم الانتخابات على الأقل انتخابات البرلمانية. إذن مسار الاتفاق السياسي بحكومة مسيرة مؤقتة لإجراء الانتخابات هو قرار أمني دولي من الدول الخمسة 3+2 التي شرع من مجلس الأمن بالاتفاق في تنفيذ حكومة عبر لجنة عبر اتفاق سياسي. أي مكانة الآلية سوف تكون آلية دولية، وعلى الجميع تقبل هذا الوضع واختيار الأعضاء من المجلسين أو اختيار هذه اللجان من المجلسين لعل الوصول إلى حكومة توافقية. نعم دكتور نادية، ابقي معنا واسمحي لي أن أذهب مباشرة مع القانوني والباحث السياسي السيد رمضان التويجر. سيد رمضان، إذن لاحظنا بأن باتيلي قد اجتمع في الفترة الماضية تقريبا مع جميع القادة في المشهد، وتم الحديث عن الحاجة إلى الوصول إلى صيغة نهائية للإطار القانوني للانتخابات من خلال ما يسمى بالحوار الشامل بروح التوافق. برأيك هل هذا الحوار الشامل الذي كان قد أشار إليه باتيلي هو نفسه لجنته التي يقال أنها ستشمل مختلف الأطياف السياسية؟ تحية طيبة. طبعا بالنسبة للبعثة الأممية تحاول خلال الفترة الأخيرة إيجاد مخرج ما للطريق المسدود الذي وصلت إليه الحال وحالة الجمود السياسي، والتي يعني نحن في حالة موت سريري للعملية السياسية والانتخابية في ليبيا بشكل كامل. والبعثة في رأيي فات يعني متيقنة من هذا الأمر بشكل واضح وصريح. وأيضا صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للقرار 1973 لا يعطيها صلاحية سوى عملية دعم الأطراف الليبية للوصول إلى مخرج ما للأزمة في ليبيا. وهذه عملية الدعم لا تعطيها أي سلطة مباشرة، بحيث أنها هي تستطيع إنشاء لجنة رفيعة المستوى أو غيره تستطيع صرف أي حل للأزمة في ليبيا. يعني أنت تعتبر سيد رمضان حتى وإن تم إنشاء هذه اللجنة فإنها لن تكون قانونية في ليبيا؟ لن تكون. البعثة لا تملك هذا الأمر أصلا، حتى في منات الإطار الدولي وفق قرارات مجلس الأمن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، بحيث أنه تعطى الشرعية لمثل هذه اللجنة بحيث تحل محل السلطة التشريعية القائمة في ليبيا في مجلس النواب ومجلس الدولة بغض النظر عن اتفاقنا مع هذه الأجسام العدل. وبالتالي مثل هذه الخطوة تحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن يعطي لبعثة الأمم المتحدة هذه الصلاحية بأن تقوم بتشكيل سلطة تشريعية جديدة تعنى بإصدار تشريعات للعملية الانتخابية وأيضا إيجاد حكومة أخرى. ولهذا نحن بشكل دائم ومستمر ندعو إلى إما إعادة النظر في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للدعم بحيث أنها تكون مسؤولة بشكل مباشر عما يحدث في ليبيا، أو أنه يتم إلغاء هذه البعثة وإبعادها عن المشهد في ليبيا، لأنها بطريقة أدبية أو بطريقة يعني معنوية تستطيع أن توجه مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا وتؤثر عليهم بطريقة أو بأخرى
وفي ذات الوقت لا تتحمل اي مسؤوليه. يعني احنا ارتئينا من الاتفاق السياسي في العام 2015 في مدينه خيرات ان هذا الاتفاق كان برعايه مباشره من الولايات المتحده للدعم، وايضا ارتئينا الاتفاق الذي حصل في جنيف سنه 20، وايضا كان هذا الاتفاق برعايه الولايات المتحده للدعم في ليبيا، الا ان هذه الحكومتين لم تؤدي الى اي انفراج حقيقي للازمه في ليبيا، ولم تؤدي الى توحيد المؤسسات المدنيه او غيرها من المؤسسات الاقتصاديه او حتى العسكريه. وبالتالي الامر في ليبيا يحتاج الى اعاده النظر من طرفين، اما من خلال مجلس الامن اما بالغاء او توسيع صلاحيات الولايات المتحده للدعم حتى ما هي تكون مسؤوله بشكل مباشر عن كل الاعمال التي تقوم بتوجيه الاطراف الليبيه اليها، او ان تم الغاء هذه البعثه، او في طريق اخر هو ان تقوم المؤسسات الليبيه والاطراف الليبيه بحل نفسها، او يتم اختيار يعني جهات اخرى تقوم بالاستمرار في العمليه التشريعيه. وهذا الامر في رايي ان عمليه انتخابيه في ظل الظرف الحالي هي شبه مستحيله في ظل الظروف القائمه في ليبيا وتشتت المؤسسات الامنيه والعسكريه وايضا المدنيه منها. نعم. أعود إلى ضيفي المهندس عبد السلام الجريتلي. سيد عبد السلام، تتمحور يعني الأزمة الراهنة في شكل القوانين التي ينتظرها المجتمع السياسي لبدء تحريك عجلة الانتخابات، إلا أن القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 ظلت محل خلاف بسبب مطالبة البعثة الأممية بوضع قوانين توافقية وعدم رضاه عنها. هل عدم رضا باتيلي عن أعمال اللجنة نابع عن نيته تقزيم دور اللجنة حتى يتمكن من تفعيل مبادرته رفيعة المستوى، أم هو استشعار بأن الخلافات حول القوانين لن تحل مطلقا لغياب الإرادة؟ بالضبط، القوانين لن تحل مطلقا لغياب الإرادة. 6+6 مش هم الأسام المجلس الدولة ولا مجلس اللواء، هم أحد مشاكل أو المشاكل الرئيسية الموجودة في ليبيا. هم الصراع دائما قائم، مخرجاتهم يعني قداش ليهم سنة من 2014، مخرجاتهم ما فيش حاجة داروها لليبيا صح، أنشت يعني من خلالهم طلعت حكومتين، بدليل حتى 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 كيف البعثة الأممية أيامات كوبلر، أيامات حكومة الوفاق الوطني برئاسة المهندس فايز السراج، انبثقت عليها حكومتين. الاتفاق اللي دارتها ستيفن ويليامز انبثقت عليه حكومتين، وهو كان سببهم الرئيسي مجلس النواب اللي قاعد يدير لنا في حكومه اخرى موازيه لحكومتنا. هم راوا البعثه الامميه، هم راوا امر واقع. بالنسبه لي انا كحزبي احنا والله ما نبوها البعثه الامميه، اللي دخلنا لنا مخرجاتها كانت الحكومتين، يعني المخرجات اللي هم الحكومه الوطن الوطني وحكومه الوحده الوطنيه كانت فاشله وانبثقت منها، والله المجلس النواب خش على الخط عليهم وعملوا حكومتين. يعني هم مش راضي لان حنقعدوا في نفس المشاكل، وفي معايير للانتخابات مصنفينها على اشخاص معينه، وهذا كل واحد في ليبيا يعرفها. فانا اعتقد بالنسبه للبعثه الامميه هذه زي ما يقولوا الثالثه الثابته، هذه كان هي تبي تشكل حكومة مصغرة وتبي تحل مشكلة ليبيا، يا مرحبتين بهم، مع العلم أنها بعيدة بالنسبة لنا بعيدة. وكان هذا إحنا كحزب وكشعب ليبي حنطلع وحنطالب بطرد البعثة الأممية. إحنا خلاص ما عادش عندنا حلول يا سيدتي الفاضلة وسيدي الفاضل. يعني إحنا قاعدين كل يوم إلى الأسوأ، هم قاعدين مناقشات وحوارات وخاصة مجلس النواب كل يوم، لا جلسه بعد العيد، لا جلسه، مش كان الليبي لا يحترق. الليبي يا سيدتي الفاضله ويا سيدي الفاضل مش قادر ياخذ دواء، الليبي مش قادر ياخذ الغذاء، الليبي تحت خط الفقر. فهم شعارين بي انا نكلم فيك من صلب الواقع، من راح. لكن سيد عبد السلام، نلاحظ بان المشروع الاممي يفرض نفسه في ليبيا لانه الواقع السياسي منقسم بفعل ما تشهده ليبيا اليوم من فساد ومن ازمات وازمات يفرض وجود يعني دخول في مرحله جديده من الحوار الشامل مثل ما كان قد دعا اليها سيد عبد الله باتيلي، واتفاق سياسي يقود الى الانتخابات.
يعني أن الأجسام السياسية الحالية هي من جرت عبد الله بتيلي إلى المرور في هذا المنهج للأسوأ، وهم اللي خلوا البعثة الأممية تتدخل في كل شيء. إحنا مدبين اتفاق يكون ليبي ليبي، وإحنا كتجمع الأحزاب في يوم، معلش باختصار شديد، يوم 23/8 قمنا ببيان إن قلنا على الملتقى الحوار السياسي الليبي الثاني ولجنة التسعين إن من يمتلك العملية السياسية هم الليبيون وحدهم دون غيرهم، إن هذه العملية التي لا تكون ناقصة. علاش إحنا ما خشوش الليبيين، يعني الليبيين في هذا الحوار؟ علاش ما يكونش ليبي ليبي دائما البعثة الأممية تتدخل؟ ليش؟ لأن البعثة الأممية لقيت فرصة للتصارع السياسي والتصارع المسلح وغيره وغيره وغيره، إن هم يدخلوا كل يوم. ولكن أكرر سيدتي الفاضلة، إحنا في ملتقى قدمنا مبادرة كأحزاب ليبية، مبادرة يوم 23/8 لحل المشكلة الليبي، على أن يكون ليبي ليبي، لأن البعثة الأممية تشتغل لإدارة الأزمة وليس حل الأزمة سيدتي الفاضلة وسيدي الفاضل. فإحنا قاعدين قاهم كل يوم الأسوأ، ويا ريت إحنا كليبيين نتفق مع بيننا، وهذا من مبركم المحترم، نقول لهم البيان متاعنا وخارطة الطريق متاعنا إنه هو يكون ليبي ليبي ويستفتى الدستور على ليبي ويتم كل ليبي. وأنا أكرر للنقطة المهمة جدا، البعثة الأممية لو تبي تدخل أخيرا، هذه الثالثة ثابتة مع شنبوها، لو ما دارتش حل لليبيا. وأنا لا أتوقع. طيب سيد عبد السلام، دعني أذهب بهذه النقطة بالذات مع الدكتورة نادية. دكتورة نادية، هل تعتقدين بأن الأجسام الحالية في المشهد ستتنازل أمام مبادرة باتيلي التي تستهدف وجودهم أصلا، أم أنهم سوف يسعون إلى عرقلتها على أرض الواقع حتى لو لاقت الدعم الدولي ورضا مجلس الأمن؟ حقيقة المفروض أو يحصل الدعم المبادرات الدولية في حين فشل المبادرات والحوارات المحلية. المفاوضات في لجنة 6+6 باتت حقيقة نكرر بالفشل من خلال المجلسين، والنقاط الخلافية لم يتم تعديلها بعد تكرار الطلب من البعثة الأممية معالجتها أو تشكيل لجنة للاطلاع عليها. بالنسبة رفض الرأي العام أو رفض المجلسين، أو لا يستطيع أولا البعثة الأممية اختيار الأعضاء بدون المجلسين أو بدون القوة السياسية حقيقة هذه، كما تم في اختيار لجنة 75 من مختلف الشرع، وباتت بالنجاح يعني وبالتوافق بين الحكومة وبين السلطة التشريعية مجلس النواب. إذن على هذا السياق يستكمل مجلس الأمن باختيار أعضاء هذه اللجان من خلال المجلسين ومن خلال القوى الفاعلة المجتمع المدني والأحزاب التي تتطلع إلى الانتخابات. سوف تكون أعتقد المشاركة محلية واختيار توافقي، يعني إذا أرادوا استكمال مسيرة الانتخابات البرلمانية. نعم دكتورة نادية، اسمح لي أن أنتقل إلى رمضان التويجر. سيد رمضان، كيف ستكون برأيك ردة فعل البرلمان والقيادة العامة من الآلية التي ستقوم عليها لجنة باتيلي، وهل سيوافقان على أن يتولى باتيلي تشكيل حكومة مصغرة لا يكون لهم فيها دور؟ أنا لا أتصور أن السيد عبد الله باتيلي سيقوم بتشكيل حكومة مصغرة، أو أنه سيتجه إلى تشكيل لجنة يعني ما هو رفيعة المستوى دون قبول مختلف الأطراف الليبية في ليبيا، لأن هذا الأمر كما أشرت سالفا أنها خارج صلاحيات أصلا، وأيضا لهذه الأطراف يعني بمختلف توجهاتها سواء التي ذكرت أو غيرها أطراف دولية موجودة في داخل مجلس الأمن وممثلة في بعثة الأمم المتحدة للدعم. ولا أتصور أن السيد المبعوث الأممي سينطلق ويعني ويقوم بأي عمل سواء بتشكيل حكومة أو البحث عن لجنة جديدة تحل محل مجلس النواب والدولة إلا بقبول مختلف الأطراف الدولية في المتدخلة في الشأن الليبي والداعمة لمختلف الأطراف الليبية. وبالتالي دائما أقول
أن الأزمة في ليبيا معقدة، يعني مركبة ذات بعد دولي وأيضا بعد داخلي، وبالتالي لا يمكن فصل أيهما عن الآخر إلا في حالة واحدة، وهي حالة اتفاق مختلف الأطراف الليبية المسيطرة على المشهد الآن وإيجاد حلول من تلقاء أنفسها. طيب سيد رمضان، بماذا تفسر اللقاءات المكوكية التي كان يقوم بها عبد الله باتيلي مؤخرا؟ ألا تعتبر بأنها محاولة منه لحشد الدعم الداخلي من أجل إنجاح هذه المبادرة ومحاولة لم شمل الليبيين من خلال الحوار الوطني الشامل الذي يتحدث عنه؟ بكل تأكيد هي محاولة في ظاهرها، ولكن هل هذه المحاولة ستؤدي إلى نتائج يعني تنفع الأزمة في ليبيا؟ هذا ما نتمناه، لكن الأمر وهل ستقبل بها كافة الأطراف المتصارعة في المشهد الليبي؟ نعم، لا أتصور أن الوضع الدولي القائم يسمح للأطراف الليبية بأن تتفق فيما بينها في هذا الظرف بالذات، وخاصة ما يجري الآن في دول غرب إفريقيا وما يحدث في أوكرانيا وغيرها من حالة الصراع القائم على العالم. يعني ممكن في وجهة نظري، ولا أريد أن أكون متشائم، ليبيا في أحسن أحوالها إلا تتوحد الأطراف الليبية وتتفق، في أحسن أحوالها ستبقى كما هي عليه الآن، وحتى وإن تم تغيير حكومة ثانية أو ثالثة، ما لم يتفق الليبيون على توحيد المؤسسات المدنية بحكومة واحدة وتوحيد المؤسسة العسكرية بقوات مسلحة موحدة، وهذا ما كنا نتمناه من خلال لجنة الخمسة زائد خمسة، ولكن للأسف أيضا هذه اللجنة لم تقم بأي خطوات قد تؤدي إلى إخراج الليبيين للأزمة القائمة، شأن باقي الجهات. نعم، أعود إليك من جديد سيد عبد السلام. بعدما كان الحديث يتمحور حول الانتخابات خلال السنوات الماضية، تحول النقاش هذه المرة إلى الحكومة الموحدة التي من المنتظر أن يعلن عنها عبد الله باتيلي. حسب رأيك، ما هو شكل هذه الحكومة وكيف سيكون موقف حكومة دبيبة من تغيير موقف البعثة؟ وهل برأيك من الممكن إدماج حكومة الوحدة في خطة باتيلي القادمة؟ والله تقريبا هي حكومة دبيبة انبثقت من حوار، حتى هي من سيفاني ويليامز، من البعثة. حكومة دبيبة من البعثة. اعتقد سيد دبيبه مش حيكون معارض لتنسيق تم من البعثه، وهذا كان تم من البعثه، يعني تم التنسيق ومع اللجنه اللي حطوها واللي داروها باش تنبثق عليها حكومه مصغره. هو خلاص، يعني البلاد واقفه مثلا على دبيبه ولا لا البلاد فيها ناس وفيها رجال اخرى وفيها، ولو مش عاجبه السيد دبيبه يرحل حتى هو وفق القوانين واللوائح. جباتك انت البعثه الامميه والحكومه اللي قبلك جبات البعثه الامميه بالاتفاق باللجان اللي هم داروها، وهو لو اندار الموضوع هذا لا اعتقد انه في مشكله. يعني شنو هي المشكله؟ احنا شنو اللي يهمنا؟ يهمنا ان احنا ليبيا تصل لمرحله الانتخابات الحقيقيه. ليبيا يوضع لها دستور يحكمها وينظمها. ليبيا تتوحد. أنا أتمنى طبعا، أنا كعضو كناطق رسمي باسم صوت حزب صوت الشعب، أن يكون الاتفاق ليبي ليبي لعدم تدخل أممي. أنا أتمنى، وفي بياننا في الأحزاب إحنا طلبنا في اجتماع الأحزاب والبيان اللي عناه حتى حضرت إذا عندكم موقرة تقريبا جباتها والمسار، قلنا أن نكلف أو نفوض الرئيس المجلس الرئاسي مجتمعا بتشميل البرلمان ومجلس الدولة والاستفتاء على دستور وقيام انتخابات. يعني هذه ما فيهاش مشكله، يعني اعتقد نحلوها احنا ليبي. يعني مش لازم احنا دائما نعتمد على البعثه. لا اعتقد ان البعثه حتكون مخرجاتها تكون سليمه. ليش؟ لان احنا جربناها عده مرات ولم يتحصل منها المجتمع الليبي او الدوله الليبيه اي شيء. الشعب الليبي، انا اتكلم عن الشعب، دائما اتكلم باسم صوت الشعب. الشعب الليبي لم يستفيد شيئا من البعثه الامميه، ولا المجلس النواب، ولا مجلس الدولة، ولا حكومة الوفاق الوطني، ولا حكومة التني، ولا حكومة حماد، ولا حكومة الدبيبة. ما استفاد الشعب. الشعب قاعد شني طموحات الشعب. مهماش لا دبيبة ولا حماد ولا سين ولا عبد السلام الكريكي ولا صاد. الشعب اللي بيهمه إنه هو يعيش كما يعيش البشر، يعيش كما يعيش الناس. بلد غنية مثل ليبيا سيدتي الفاضلة، ما نبوش نتكلموا على البترول، هل بعد نديروا عليها حلقة؟ اقتصاديا ليبيا بخيراتها من أفضل دول وأغنى دول العالم. المواطن الليبي يبي يعيش مرتاح، مهماش منه شيء. لكن ما نفع هذه الخيرات إن لم يتمتع بها الشعب الليبي. نعم،
اي بالضبط، اي ما نفع هذه الخيارات لو لم يتمتع الشعب الليبي. في دول عربيه اخرى اقل منا اقتصاديا واقل منا عدد السكان وعايشين خير منا. ليش؟ لان عندهم اداره وطنيه حكيمه ومتحدين. احنا كل مره يطلعوا لنا بحاجه، مره احنا راهو قاعدين ماشيين للانقسام، مش ماشيين، هو في انقسام سياسي بدليل في حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، او حكومه في الشرق والجنوب وحكومه في الغرب. يبقى كيف نبغوا نشتغلوا؟ ثانيا يعني حكومه معترف فيها دوليا هي حكومه الوحده الوطنيه برئاسه السيد الدبيب عبد الحميد، معترف فيها دوليا. السيد اسامه حماد مش معترف فيها دوليا. بقى كيف نبغوا نشتغلوا؟ المواطن الليبي ما يهمهاش. المواطن الليبي قال لك اعطيني بنعيش. المواطن الليبي سيدتي زي ما قلت لك حضرتك قاعد يئن وقاعد كل يوم كل يوم يعني ما عادش بنقول لك، قاعد كل يوم يئن يدور في الغذاء ويدور في الدواء. يعني وتكلمنا عده مرات على هذا الموضوع الخطير. المواطن الليبي ما عادش يهمه شيء بيعيش. يا ساده يا ساده، انا نوجه من هذا المنبر، منبركم المحترم، الى الليبيين اتحدوا، احزاب اتحدوا، نبغوا نديروا ليبيا الجديده، نسميناها ليبيا الجديده، باش كل مواطن ينعم بخياراته زي ما قلتي حضرتك. والله يعني خلاص، يعني الموضوع يعني 12 سنه من الدمار، 12 سنه من القتل، 12 سنه من 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 الاقتصاد، استنزاف اقتصاد ليبيا. ما نعرفش وين نبغى نوصلوا احنا، وهم المجلس النواب ومجلس الدوله والوزراء ورؤساء مبحبحين وعايشين سيارات فارهه. نعم. وعايشين وياخذوا في كل شيء هم، وياخذوا في الدولار. نعم سيد عبد السلام. نعم. والليبي عاش مجني في كيفه ما عندهاش يا ساده. وصلت فكره انتقل الى الدكتوره ناديه. دكتوره ناديه، بناء على المعطيات السابقه التي تم ذكرها هنالك، من يعتبر ان لجنه باتيلي ستولد عرجاء وضعيفه من البدايه، لانها ستكون متردده بين صياغه القوانين الانتخابيه من ناحيه وتكليف حكومه جديده من ناحيه اخرى، هل هذا يفيد بان مبادره باتيلي تفتقر الى الادوات لفرضها ميدانيا؟ دعنا أقول المبادرة الدولية وليست المبادرة سيد عبد الله باتيلي، لأنها جاءت باتفاق الدول الخمس. هذه نقطة. النقطة الثانية، تطرقنا بأن الآلية التنفيذ في هذه اللجان هي لصالح الجميع، باتفاق الجميع. إذا هم لن يتفقوا بأنفسهم وفق لجنة 6+6 وتعديلاتها، لم يتم أي تعديل بالنصوص في النقاط الخلافية للدخول للشروع في الانتخابات، فما عليه المجتمع الدولي إلا التطرق إلى اللجان توافقية بين الأطراف لخوض الانتخابات. فهي يتم الانتخابات بدون توافق يا سيد الفاضل. لا توجد انتخابات والشروع في المفوضية العليا بدون توافق المجلسين، أي لابد توافق سواء كان عبر اللجان أي ما كانت هذه المسميات، ولكن بمشاركة المجلسين، لابد مشاركة المجلسين. نعم. بدخول هذه الانتخابات. واضح يعني واضح دكتورة نادية. الأمر هو واقع. نعم. على الجميع، ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه. وجاءت الحكومة كما تطرق أحد الضيوف، جاءت الحكومة عبر الاتفاق السياسي وتذهب عبر اتفاق سياسي مثل الحكومات السابقة يعني. وهل سيقبل عبد الحميد الدبيب التسليم؟ لماذا لا يقبل؟ لماذا هو الآن يمارس حكومته تحت الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية، لماذا لا يقبل؟ يقبل، نعم، هو أتى باتفاق سياسي مجمع بين المجلسين، وسوف تحل القضية السياسية الليبية بتوافق المجلسين، سواء كان عبر لجنة رفيع الدواء، لجنة توافقية، أي ما كانت يعني ذكرنا المسميات، ولكن لابد التوافق بين رئيس مجلس النواب ومحمد سكان رئيس مجلس أعلى للدولة. نعم. لحل هذه القضية وفصلها يعني. وضح. أعود إليك من جديد سيد رمضان. إذن تفيد التسريبات بأن المستشار عقيل الصالح متواجد حاليا في القاهرة لإجراء مشاورات قد أرجعها البعض إلى لجوءه لمصر لفك ضغوط الاتصالات الدولية الغربية عليها بشأن ضرورة قبوله بحل الخلاف الحكومي من خلال دمج حكومتي البلاد. إن صحت هذه التسريبات بطبيعة الحال، هل هي محاولة جديدة من عقيلة لقطع الطريق على مساعي باتيلي لإعادة الحياة لخطته الرامية لفرض واقع حكومي جديد يخالف مصالحه، أم هي سعي للإبقاء على صلاحية تشكيل الحكومات بيد مجلس النواب شراكة مع مجلس الدولة؟ باختصار لو تسمح. نعم،
هو قانونا لا يملك السيد عبد الله بتيلي او غيره النظر في هذا التشكيل اي حكومه الا من خلال مجلسي النواب والدوله على قانونيه ودستوريه، سواء من خلال الاحلام الدستوري او حتى من خلال قرارات مجلس الامن. لكن في رايي ان هذه اللقاءات التي يقوم بها سواء رئيس مجلس النواب او الدوله بكل تاكيد تاتي في مدى امكانيه يعني حشد الدعم الدولي للقيام بهكذا خطوات بشان اعاده النظر في حكومه جديده يتم الاتفاق عليها بين الاطراف المحليه ويتم ايضا الاعتراف عليها من قبل المجتمع الدولي. نعم وصلت الفكره. اذا اشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقه، المتحدث باسم حزب صوت الشعب عبد السلام الجريتلي، واستاذه القانون الدولي دكتورة نادية بن عامر، والقانوني والباحث السياسي رمضان لتويجر. نظرة سريعة نلقيها على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة. تسببت الأمطار في حدوث فيضانات في أماكن متفرقة من نيفادا الأمريكية، حيث علق آلاف الأشخاص في صحراء بلاك روك، حيث تقام فعاليات مهرجان برونيلد ماين، مما جعل التجربة شاقة على المشاركين. بدأ آلاف المشاركين في مهرجان بيرنينج مان المحاصرون منذ أيام في موقع صحراوي تحول لمستنقع بعد أمطار غزيرة في ولاية نيفادا الأمريكية بالعودة إلى ديارهم الاثنين. ويجمع مهرجان بيرنينج مان الذي يقام سنوياً بين الاحتفاء بالثقافة المضادة والخلوة الروحية على حسب زعمهم، وقد أطلق في عام 1986 في سان فرانسيسكو، ومنذ تسعينيات القرن الماضي تقام هذه الفعالية في صحراء بلاك روك، وهي منطقة محمية في شمال غرب ولاية نيفادا. وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات في أماكن أخرى في نيفادا، خصوصاً في مدينة لاس فيغاس، وواجه التجمع العام الماضي موجة قيض شديدة مصحوبة برياح عاتية جعلت التجربة شاقة على المشاركين. وشق المشاركون في المهرجان مرتدين ملابس غريبة تميزهم في العادة، طريقهم وسط الطين السميك واللزج، ولفوا جواربهم بأكياس بلاستيكية انتعلوها لتكون بمثابة أحذية لهم، وانطلق البعض سيراً على الأقدام وساروا لساعات في منتصف الليل للوصول إلى الطريق الوحيد الصالح للعبور على بعد نحو 8 كيلومترات، ثم ركبوا سياراتهم للعودة إلى ديارهم بعد تجربة مثيرة وشاقة. ويتوج المهرجان الذي تكلف تذاكره مئات الدولارات كل عام بمراسم حرق مجسم خشبي بطول 12 متر. وقبل ختام هذه الجولة من وسط الخبر لليوم نذكركم بالعناوين. بعد عام أو عدم إحالة نتائج أعمال لجنة 6+6 بشكل رسمي لمفوضية الانتخابات، باتيلي يتجه لتفعيل مقترح لجنته العليا. بين الصراعات الداخلية والتناقض الدولي والإقليمي، هل سيتمكن باتيلي من فرض لجنته ونتائجها أم يلتحق بأسلافه؟ وفي الختام مشاهدينا زوروا موقعنا الوسط.ly. إلى اللقاء في أمان الله.